السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم براعم الصغار، لاباس عليكم بابيكم من جديد في قناتكم يا بيلاكا طفلي. يوم إن شاء الله غنكمل مع بعضياتنا تعلم الحروف الهجائية بطريقة سهلة وبسيطة. إن شاء الله اليوم عاوتاني بحال دائما غنقراو جوج ديال الحروف، نتمنى يكونوا سهلين وبساطين. يلا نبداو على بركة الله. الحرف الأول اللي عندنا هو حرف الجيم. حرف الجيم. حرف الجيم. نعودوها مع بعضياتنا. جيم جيم جيم. شنو تلاحظوا هنا؟ شنو تلاحظوا؟ تلاحظوا أن الجيم عنده نقيطة واحدة من التحت، عنده نقيطة واحدة من التحت. يلا عودوا معايا. جيم. برافو ما شاء الله عليكم. جيم جيم. مثلو مثلو. جمال جمال. جا جا. ما لن. جمال جمال. يلا نعودوا مع بعضياتنا. يلا. جيم جيم جيم. جمال جمال. دابا ننتقلوا للحرف الموالي اللي هو حرف حرف الشين. شين. يلا نعاودوا مع بعضياتنا. شين عنده ثلاثة ديال النقيطات، هو قوي، عنده هنا ثلاثة سنيلات ولكن تيهز لينا ثلاثة النقيطات. شين شين. يلا نعاودوا مع بعضياتنا. يلا نسمع. شين. برافو مزيان. نعاودوها مرة أخرى. شين شين. مثلو مثلو. شمس شمس. يلا نكتبوها. شمس شمس. نعودو. شين شين شين. شمس شمس. نعود الحروف ديالنا من الأول اللي قرينا. يلا. جيم جيم. ما نساوش النقيطة. جيم. جمال جمال. شين شين شين. شمس شمس. وصلنا حبايبي للنهاية، ودابا غادي نمشيو ونتلاقاو مع النشاط اللي غادي يكون جديد هاد المرة. السلام عليكم وليداتي، جينا نديرو النشاط ديالنا كما وعدتكم. غادي نحاولو نكتبو الحروف ديالنا بحال هكذايا كما دائما تنقول لكم، اما خرجوه في المطبعه اولا ماماكم تكتبهم اولا نتوما تحاولوا تنقلوهم بحال لا تترسموا. دابا غادي نبداو مع اول حرف اللي هو حرف الجيم. نشوفوا شنو غادي نديروا. غنقبطوا اللصاق، غنحتاجوا اللصاق ياك، وغادي نحاولوا نمشيو فوق هذا الخط اللي كتبنا فيه الحرف، فوق منه هكذا بشويه 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 هكذا. اللي ما عندوش فرشات بحال هذه يدير غير بونجا خا، ومنساوش هاد النقيطة ياك. وغادا نقبطو المقارونية الشكل اللي بغيتو، وغادا نحاولو نحطوها فوق هاد اللصاق، ولكن خصنا نمشيو متابعين على هاد الخط اللي درنا. اتفقنا؟ غنحاولو نتبعو هكدايا الخط ديال الحرف الجيم مزيان هكذا، نديرو فوق هاد اللصاق. ولكن دابا راه ما غاداش تسقط لينا، ولكن من بعد غادي تسقط لينا. نخليوها حتى تجف، يجف اللصاق ديالنا. ديك الساعات هاد المقارنية ممكن تستعملوا مقارنية فيها الالوان او لا اي شكل بغيتو. المهم اننا نحاولوا نرسخوا فراسنا هاد الحرف الجيم كي تيتكتب، ولكن حنا تنديرو هكذايا وتنقولوا حرف حرف الجيم. حرف الجيم.
الوليدات راه يعجبهم هذا النشاط ديال انهم يلعبوا بهاد يلصقوا هاد او بامكاننا ماشي ضروري هذا النوع من المقارونية، بامكاننا نلصقوا العدس او لا نلصقوا لوبيا او لا اي حاجه بامكانها، يعني نقدروا نخدموا بها، يعني ماشي ضروري اللي متواجد يمكننا نستعمله. المهم هو اننا نمشيو على الخط اللي درنا ديال حرف الجيم، نتبعوا الرسم ديال حرف الجيم ويكون اللصاق عندنا، ونحاولوا نديروهم هكذا بالتتابع حتى ما يبقاش يبان لينا الكتابه ديال، وما ننساوش النقيطه هنايا اللي هي حرف الجيم، ها هو حرف الجيم ديالنا، نخليه حتى يجف لينا ونجيو ونشتغلوا عاوتاني على حرف الشين. نفس العمليه نكرروها، اننا ندوزوا اللصاق ديالنا فوق هذا الحرف، فوق هذا الخط اللي درناه بحال هكذا، وما نساوش النقيطات ديالنا، هنا عندنا ثلاثه ديال النقيطات، ونديروا نفس العمليه، تبعوا عاوتاني الله. كلشي الوليدات يديروا بحالي، تبعوني بحال هكذا، وفي الاخير نشوفوا كيفاش غادا تخرج لنا حرف الشين. هذا حرف الشين، قلنا ان حرف الشين عنده ثلاثة ديال النقيطات من الفوق بحال هكذا، نستمروا هكذايا حتى نكملوا، ما يبقاش يبان لينا كاع هذا الخط الاسود. النبلولا راه ما يكونش لاصقين، ولكن من بعد شويه راه غادي تشف اللصاق وهما غادي يلصقوا فوق هذا. بامكاننا ان هذا الحرف هذا نعلقوه مثلا في الحائط ديال في الغرفه ديالنا، باش ما ننساوش هذا الحرف ديالنا اللي هذا النشاط درناه بيدينا غيعجبنا بزاف. ها هي ثلاثه ديال النقيطات ديالنا، وصلنا النهاية ديال النشاط حبيبي، ونتمنى ان النشاط يكون ممتع وعجبكم، وان شاء الله غنتلاقاو فيديو اخر ومع حروف وحدين اخرين ان شاء الله بحول الله. حفظكم الله ورعاكم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.